world's greatest criminal has stolen the greatest. خلال رحلة في أوروبا تجد الدوما نفسها متورطة بجريمة على المستوى العالمي. فيلم الدوما الأكثر طلبا الذي سيصدر قريبا هو تتمة لفيلم الدوما. في البطولة كل من ريكي جيرفيز، تيري بارل وتينا فاي. من أجل دورها في الفيلم، الممثلة تينا فاي تعلمت اللهجة الروسية بمساعدة مدربة. كانت تنبهني أنه لا يجب الصعود والهبوط، فذلك ميزة الإيطاليين. أنا مهيئة لأداء فيلما إيطاليا إذا طلب مني. التجربة كانت ممتعة. تي بارل تعلم اللهجة الفرنسية وكان ذلك صعبا أيضا. And Ty has to do French, which I also think is hard. Hi-ho, Kermit the Frog here. Kermit the Frog. إنها المرة الثانية التي يخرج فيها جيمس بوبين فيلما عن الدوما. Kermit. And now you guys have all the freedom you want. What? When do I do the indoor running of the bulls? عن دور ريكي جيرفيز تقول تينا في مازحة، لقد كان يتظاهر أنه بريطاني فهو ألماني. Flawlessly executed. Bravo. What did you expect from world's most dangerous frog and number المشاكل تبدأ بعد ظهور ضفدع خطير شبيه بالضفدع كيرمت ينتحل شخصيته. الدوما الذي صدر في العام 2011 يروي قصة صراع الدوما في وجه أحد تجار النفط الذي يريد تدمير مسرحهم بعد اكتشاف النفط تحته. وفيلم الدوما الأكثر طلباً يصدر في البلدان الأوروبية خلال الأشهر الثلاثة القادمة.